السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله اليوم نشارك معكم اثواب ديال فصل الخريف فصل الشتاء، يعني اثواب اللي نقدروا نلبسهم في هذا البرد هذا واللي دارجين على الموضه ان شاء الله. من بينهم غنشارك معكم التوب اللي يلاه خرج ديال التويد وجميع الالوان اللي كاينين فيه، كذلك غنشارك معكم الكشمير سامبل والكشمير ديال اتلانتا، الكشمير كذلك المطروز، ونشارك معكم المليفه السامبل والمليفه المطروزه. كاين بزاف ديال الشكيلات والاثواب اللي سخيخنين وخارجين لهذا الفصل هذا ان شاء الله. وكما كيبان لكم هذا التوب ديال التويد كيجي سخيخن ومقطن وخفيف في اللبسه ديالو، وكيجي نازل ما شاء الله في الجلابه، اي خياطه كتمشي معاه. هما كما كيبان لكم يعني ماشي، واخا كتشوفوه مقطن يعني خفيف في اللبسه ديالو ونازل. يلا بقوا معايا نتعرفوا على جميع الالوان اللي كاينين فيه وجميع الاثواب اللي كاينين كذلك والالوان اللي فيهم، يعني الانواع ديال الاثواب اللي كاينين للبرد والالوان ديالهم. كنحاول نبين لكم يعني التوب راه باين بانه خفيف، واخا هو سخيفن يعني ما غايجيش ثقيل في اللبسه. وهنا كاين الكشمير ديال اتلانتا اللي كيجي غزال في اللبسه ما شاء الله، يعني حتى الكشمير السامبل كيجي زوين ولكن هذا ديال اتلانتا كيجي والله اروع في اللبسه ما شاء الله. يعني شاركت معكم التجربه اللي سخيخين وفي نفس الوقت خفاف.